مسلسل العمليات الانتحارية والاغتيالات في مدينة عدن لم يتوقف على الرغم من الجهود الأمنية الحثيثة التي تقوم بها السلطات المحلية للإمساك بالملف الأمني المتدهور منذ أشهر. لهذا يعد الهاجس الأمني هو المشهد الذي يتصدر مدينة عدن وسط حالة من الترقب بين أوساط المدنيين، وهو ما يضاعف من مهام السلطة المحلية التي توعدت بالرد القاسي للجهات التي تقف وراء تلك الفوضى الأمنية. ولعل العملية الانتحارية التي استهدفت حاجزا أمنيا في مديرية دار صعد تعد مؤشرا آخر يبين أن الملف الأمني يزداد تعقيدا أكثر من أي وقت مضى بعد تحرير المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع. كل ذلك يضع الكثير من العراقيل أمام عودة الحياة الطبيعية الكاملة إلى المدينة، وكذا استمرار الرئيس هادي بتأدية مهامه من العاصمة المؤقتة وعودة الحكومة بكامل أعضائها. يرى متابعون للأوضاع في عدن أن التحديات الأمنية التي يواجهها محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شايع اتسعت كثيرا لتشكل قلقا حقيقيا على المدينة. استمرار الهجمات في مدينة عدن يجعل الملف الأمني مفتوحا إلى أجر غير مسمى، فيما الحاجة الملحة تتمثل في تكثيف السلطات المحلية لتدابيرها ووضع حد للانفلات الأمني وإتاحة المجال للبدء في إعادة الإعمار والتنمية للمدينة المدمرة.